السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني بعد تأخير وبعد مشاكل كتيرة جدا في النت، بس ما علينا، ان شاء الله هنكمل فيديوهاتنا عادي جدا، مفيش اي مشاكل. فيديو النهاردة هيكون بداية سلسلة الفيديوهات بتاعة الاستعداد للعيد، ويا رب تعجبكم السلسلة دي. بصراحة انا مختارها بعناية يعني، فخلينا نشتغل. احكي لكم الفيديوهات هتتكلم عن ايه النهاردة. انا هكلمكم عن ابليكيشن موجود على الموبايل تقدروا تنزلوه وتقدروا تحجزوا منه اماكن تروحوها في العيد لو حابين تتفسحوا في العيد. الابليكيشن ده انا كلمتكم عنه قبل كده في الرحلة بتاعة اسكندرية. اسمه booking.com hotels. زي ما انتم شايفين كده، اول ما بيفتح الشكل بتاعه بتكتبوا هنا اللوكيشن، المكان اللي انتم عايزين تروحوه، بتكتبوا التاريخ. يعني مثلا خلينا هنا مثلا نختار اسكندرية، مثلا نكتب هنا اسكندرية. عادي ممكن تكتبوا انجلش، ممكن تكتبوا عربي، مفيش اي مشاكل. هنا مثلا تاريخ الوصول، مثلا تاريخ الوصول العيد باذن الله هيكون يوم الاحد، فخلينا نقول مثلا تاريخ الوصول يوم السبت. والمغادرة بعد مثلا 3 ايام، يعني مثلا نقول يوم الاثنين. عايزين غرفة واحدة لاثنين بالغين، لو في اطفال ممكن نضغط الشيلدرن هنا ونكتب الرقم بتاعنا. هنا مثلا نقول 3 بالغين، غرفة واحدة. انت مسافر علشان شغل او لا، دي اول اختيار بيجي هنا. فلو عشان شغل فممكن تقول ياس، لو مش شغل نقول نو. ونعمل سيرش، هيبدأ يدور على كل الاوتيلات اللي موجودة في اسكندرية اللي عندهم غرف فاضية ل3 بالغين في التواريخ دي. تمام، هنا طلع لنا اول اوتيل ليلتين ب580 جنيه، وكاتبين هنا نو سربرايز فاينل برايز. هنا اوريها لكم اوضح شوية. الجملة دي معناها انه مفيش اي فلوس تانية، يعني مفيش اي فلوس ادارية او مفيش اي حاجة تانية ممكن تكون موجودة. الاوتيل ده حاصل على 3 نجوم. لو دخلنا كده ممكن، لو ضغطتوا على اسم الاوتيل هيوريكوا هنا اللوكيشن بتاع الاوتيل، هنا هو بعيد قد ايه من وسط البلد. الجملة اللي بالاخضر دي ان هو بعيد تقريبا 1.2 مايل من البلد، من وسط البلد. واخد very good location. السعر ده سعر النهاردة، يعني اليوم اللي انا بعمل فيه السيرش بيقول لك هنا ان هي 76% ارخص، وده يعني وقت كويس. الحاجات اللي موجودة فري، الواي فاي فري. هنا ان انت ممكن تعمل باي ليتر، ان انت تدفع لما توصل، وممكن تدفع لما تدفع اول ما تحجز. الدفع بيكون عن طريق كريدت كارد. الابليكيشن ده فيه حاجة واحدة بس، ان لازم يكون عندك كريدت كارد تقدر تحطه. بس لو انت ما عندكش كريدت كارد لازم تكتب في الفلتر ان انت عايز حاجة. يعني هنا من الفلتر نختار ان احنا عايزين اماكن من غير كريدت كارد. اهي نو كريدت كارد ريكوايرد، فتعمل عليها تشيك، فهيعمل لك يقول لك ان في 14 اوتيل. فشو ريزلت هيوريك هنا الاماكن اللي من غير كريدت كارد. تمام، ممكن تعمل هنا ترتيب بالاقل سعر، لو برايس للهاي برايس، هيجيب لك اقل سعر. هنا دي مثلا سولد اوت، دي خلصت. هنا سيدي بشر مكان ب1200 جنيه للليلتين. تمام، ده علشان الحاجات دي بالكريدت بس، لو انت تحجز بالكريدت. لو انت شلت التشيك من هنا الكريدت، دي اماكن من غير كريدت تدفع لما توصل. ف
فهنا زهرة قدامكو زي ما قلتلكو الاوتيل ده، الاوتيل اللي انا روحت فيه في رحلة اسكندرية. الفلوج لو انتم مشفتهوش هتلاقوه تحت في الديسكريبشن بوكس. وهنا دي اماكن تانية برضو بنفس الموضوع. الابليكيشن ده بيوفر لك بس ان انت تحجز اماكن، يعني تحجز الاوتيل بس، انما التنقلات بتبقى عليك. ممكن مثلا نختار بلاش اسكندرية لو انت عايز مثلا تسافر مكان بعيد، مثلا يعني سفر لاوروبا او حاجة. هي مثلا نبص على اسطنبول في نفس التواريخ، يوم الحد يوم السبت، والمغادرة يوم الاثنين، نفس الاختيارات، اوضة واحدة لثلاث بلدين، سفر ل مش للشغل، ونقول let's go. هنا مثلا اول عرض ممكن نعمل الترتيب انه من اقل للارخص، من الارخص للاغلى. هيرتب هنا كده، دي مثلا sold out، دي ب 283 جنيه مصري. هو طبعا انت بتحدد السعر ب 283 جنيه مصري لليلتين، وان ده الفاينل برايس. تمام. وفاضل هنا زي ما انتم شايفين هنا we only have two rooms left، معناه ان فاضل اوضتين بس. فلو انت عايز تعمل ريزرفيشن ياريت تعمل اوكي وتخش تعمل ريزرفيشن دلوقتي. وده اوتيل تاني ب 283 جنيه 606، وهكذا تفضل تلاقي لك اماكن زي ما انت عايز. كل اللي مطلوب منك انك تدخل على الابليكيشن وتعمل ساين ان او تعمل يعني اكاونت جديد. وبعد ما بتدخل بيوري لك انت مثلا، يعني انا عملت بوكينج واحده وحطيت لسته واحده بس عندي، حاطه اسمي وحاطه رقم التليفون وحاطه الكريدت كارد وحاطه كل حاجه. وبعد ما بخلص البوكينج بتاعي بيفضل طول الوقت يفكرني انه انا عندي حجز في المكان الفلاني. في حاجه كويسه قوي هنا في المكان في الابلكيشن ده، ان هو ممكن يحط لك ارقام التليفونات بتاعت الاوتيلات. فلو انت عايز تتاكد ان انت بيجيلك تشيك على الميل وبيجيلك تشيك على الموبايل ان انت حجزت. فانا لما حجزت بصراحه خفت لان اول مره احجز، فاتصلت بيهم في التليفون قلت لهم انا عملت حجز عن طريق بوكينج، فممكن تقولوا لي ان هو موجود ولا لا. فعلا قالوا لي ان هو موجود وان الحجز متاكتف وان كل حاجه جاهزه وانه الاوضه مستنياني، ولو انا حبيت اغير او اعمل اي حاجه براحتي. هنا في امكانيه ان انت لو حجزت حاجه ممكن تلغيها قبل الحجز ب 24 ساعة. يعني ممكن لو انت خلاص قررت انك مش هتسافر وانت عامل حجز فتلغيها ب 24 ساعة for free. لو بعد ال 24 ساعة او بدأت ساعات الحجز للأسف ما تقدرش تلغي الحجز من غير فلوس. الابليكيشن ده بصراحة وفر عليها كتير قوي. الابليكيشن ده كل فترة بيعمل بيوري لك الديلز. لو انت دخلت هنا كده هتلاقي الديلز، هتلاقي مثلا العروض الجديدة اللي حواليك او ارخص العروض حواليك. يعني لو انت مثلا جاي مصر لسه اول مره، اهو اول حاجه هتظهر لك ان انت ممكن تحجز في 313 مكان في مصر بيبداوا من 358 جنيه تقدر تحجز فيهم اوتيلات. لو انت عايز تسافر الغردقه برضو عندك هنا 319 مكان بيبداوا من 750 جنيه تقريبا، وهكذا. لو عايز تروح شرم الشيخ، اسطنبول، تركيا، روم، ايطالي، ابو ظبي، دبي، الامارات، ايطاليا، ميلان، جيرماني، اي مكان انت عايز تروحه هو بيقدر يوفر لك الموضوع ده. الابليكيشن ده حلو جدا، تقدروا تنزلوه من على الاب ستور براحتكم. مريح جدا، تقدري تخشوا تقري الحاجات اللي انت عايزاها وتقري عن كل اوتيل زي ما انت عايزه، وكمان تكلمي الاوتيل وتشوفي اللوكيشن بتاعه وتقدري تعرفي اذا كان المكان ده كويس او لا، الاوتيل واخد كام نجمه وهكذا. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وافادكم ووفر عليكم حاجات كتيره جدا عن طريق شركات السياحه والحاجات والمصاريف اللي انتوا بتدفعوها. وطبعا احنا عندنا في مصر سكه حديد محترمه نقدر نستخدمها، وعندنا كمان شركات طيران مصر طيران داخلي، كمان شركه محترمه تقدروا تستعينوا بيها لو انتوا عايزين تروحوا اي مكان جوه مصر او خارج مصر. يا رب يكون الفيديو فاتكم واداكم معلومة تقدر تساعدكم انكم تستمتعوا بالعيد، وكل سنة طيبين طبعا مبدئيا، واستنوا فيديوهات العيد ازاي تبقوا جاهزين للعيد. ان شاء الله فيديوهات هتنزل، ويا رب يكون الفيديو عجبكم برضو المرة التانية والتالتة والعشرة، يعني بجد بس عن الفيديوهات تكون عجباكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد،
والسلام عليكم.